السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخويا الكرام، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، وانتم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة، انتم الطبيرات ديالكم انتم الأهل ديالكم، وصيام متقبل إن شاء الله مقبول، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، الله يسر لكم في ولاية عليكم ويسرنا كذلك نحن، ودعيوا معنا اللهم بارك. هادو الطيور ديال مالينوا، الطيور ديال 2021 صغار، هادي الأنثى أمهم، هما الطيور كاينين هنا. فبعد المرحلة ديال التفراخ ديال التفريخ أو ديال التفقاس ديال البيض، فكيكبر تغير ما شاء الله، وكتوصل الوقيتة ديال أنه خاصنا نفطمو على ماما وعلى والدي. إذن شنو هي الطريقة الأمثل والطريقة اللي كنتبعها أنا بالنسبة للفطيم ديال الفراخ؟ فكما كتشوفو هما دابا كيتواجدو مع الأنثى مع الأم ديالهم داخل قفص التزاوج. فضروري أن بالنسبة للمالينوا أننا ملي كنبغيو نفطمو الطويرات كيخصنا ما نفطمهمش على الأقل حتى يبانو لنا كيبداو ياكلو بوحدهم. إذا وما نحولوهمش للفوليير الكبيرة ديريكتومون من لاكاج ديال التزاوج للفوليير الكبيرة، خاصهم بعدا يدوزو واحد لابسيت فوليير، ولكن أنا كنفضل واحد العملية اللي كنقوم بها وهي كالتالي. أولا ملي كيوصلو الطويرات وكينقزو من العش كنخليهم تقريبا واحد السيمانة حتى كينوضو الريش ديالهم، كنشوفهم بأنهم هما أون فورم، وكنحولهم واحد القفص آخر ديال عندي قفص في الفاج هنا ديال مترو في العرض، أنا نوريه لكم. فهو هذا الإخوان، هذا هو القفص اللي كنفطم فيه أول مرحلة، المرحلة الأولى اللي كنفطم فيه الفريخات. فهنا كنفطم الفريخات مع الأم ديالهم، لأن باش ما يتشوكاوش الفريخات، دونك هي الأم ديال الفريخات ها أم أخرى، فكنجمع الأمهات الإناث الأمهات ديال الفراخ كنجمعهم معاهم في نفس لاكاج، وكنخليوهم كنعطيوهم الباتي ديالهم. فهادي العشية كاينة الباتي بالبروكلي وبالخس مطحون، دونك كنخليو الفريخات مع الأم ديالهم هنا. إلا كانوا ثلاثة ديال الأمهات ثلاثة ديال الإناث كنخلي معاها الفريخات ديالها ثلاثة ديال الإناث، باش ميخصهمش يكونوا كتار في هاد لابتيت فولييغ، وكتوكلهم وكتمشي معاهم. وأنا كنبدا نلاحظ ملي كنشوف الطويرات كيبداو ياكلو بوحدهم كنحط لهم الباطي، خاصها تكون عندهم دائما واجدة الباطي حداهم. الصباح بأنني كندير الباطي ديال البيض، والعشية كندير الباطي ديال الخضر، وفي بعض الأحيان كندير الباطي بوحدها باطي سيك. إذا الباطي دائما خاصها تكون مع الفريخات، دونك باش يتعلمو ياكلو ونعطيهم فرصة قبل ما نحولوهم الفوليير الكبيرة اللي هما الفوليير ديال الإناث والفوليير ديال الدوكور. الفوليير ديال الدوكور فغادي يكونوا مع لي بروفيسور، فأما الإناث فكنخليهم هنا في ليرباج. ففي نفس الحين مني كنحط الطويرات هنا الفريخات كنبقى نراقبهم مني كندخل لهنا، وكنشوف حتى الإناث مني كنشوف الفريخات الإناث راه تحكموا في الفريخات ديالهم، ويمكن أنني نخلي غير جوج إناث بعوض باش نخلي ثلاثة، فكنحيد وحدة وكنعطيها لاكاج ديالها وكندور كتعطيها باش تدور العش ديالها باش تبريباريها لا دوزيام كوبي.
وكنخلي الاناث الاخرين مع الفريقات حتى يبداو ياكلوا دونك كناخذ الانثى اللي هي قريبه تبيض، يعني اللي سابقه للفريقات ديالها شويه كبار. فهذه العمليه اللي كنقوم بها، وتحياتي لكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله تكون فاتكم هذه المعلومه. هذه معلومه خاصه بي انا، لانني هذا ولا هذا الطريقه ديالي ديال الفطام. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.